السيدات والسادة، الحضور الكريم، أهلا وسهلا بحضراتكم وأرحب بكم في مقر الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي. ويسعدنا دوما أن نتواصل مع وسائل الإعلام والصحافة، وهذا هو مؤتمرنا الثاني بعد مؤتمر التدشين الذي عقد في 7 أكتوبر الماضي. وقبل أي بداية أدعو حضراتكم للوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهدائنا في فلسطين وغزة. شكرا جزيلا، تفضلوا.